من عبق الماضي حصلنا على إرث ثقافي ورياضي متنوع، وكانت الألعاب التقليدية إحدى هذه الموروثات الجميلة التي نستلهم منها حاضرنا المشرق لنورثه لأجيالنا القادمة بكل حب وفخر. لعبة شجرة بشجرة هي لعبة تقليدية مارسها أجدادنا وآباؤنا منذ القدم، تتطلب مهارات ولياقة بدنية عالية بالإضافة إلى السرعة واللعب الجماعي بين أعضاء الفريق، سواء كان الفريق في وضعية الهجوم أو الدفاع من أجل تحقيق أهداف اللعبة. هذه اللعبة شجرة بشجرة، تتكون من ملعبين، ملعب مستطيلي وملعب دائرة. الملعب دائرة يسمى المهوب، وهي منطقة الأمان، وهي منطقة بداية اللعبة. أساس هذه اللعبة هي تعتمد على الفكر وعلى اللعبة أساسا. من ناحية الفكر وهي إلقاء الألغاز، محاولة المهاجم، محاولة المدافع أعطاء المهاجم لغز، إذا استطاع حله فهو يدخل داخل عشان يتم اللعب عليه اللعبة، وإذا لم يستطع تغير اللعب إلى الفريق الثاني. من بعد إلقاء اللغز والإجابة عليه يدخل فريقين إلى الملعب، الفريق المدافع يبقى فيه لاعب واحد، والفريق المهاجم يحاول دخول إلى منطقة المهوب، منطقة الأمان، لين ما يخلصوا اللعب. تعطي لعبة شجرة بشجرة لاعبيها بعض الدروس التربوية المستقلة الأخلاق الاجتماعية الأصيلة والأخلاق الرياضية، كالتعاون والأمانة وبناء شخصية اللاعب على أساس العمل ضمن فريق واحد. بالنسبة لهذه اللعبة هي لعبة تنمية فكر، لعبة تعتمد على اللياقة وتنمية فكر في نفس الوقت. هي لعبة استعراضية أكثر منها لعبة تحدي، استعرضت في عدة فعاليات، عدة مناسبات. بالنسبة لهذا الفريق أحس أنه فهم في اللعبة كثير، بحيث أنه عنده قابلية للسؤال هنا للغاز، وحاولت الإجابة عليهم والتماشي مع اللعبة بنفس القانون الموضوع لهم قبل الوزارة. يتكون كل فريق للعبة الشجرة بشجرة من 5 لاعبين أساسيين بالإضافة إلى لاعبين في الاحتياط. أما بالنسبة للملابس المخصصة للعبة فهي القميص والبنطال القصير والوزار. أولا نحاول نغير فكر اللاعبين، اللي هي لأن أساس الألغاز تكون عن الأشجار وعن الثمار، فنحاول نعطيهم بين فترة وفترة مجموعة من الألغاز حتى يستطيع نحلها، حتى لا نفقد أي فرصة في الفوز في أي مباراة. ومن الناحية الثانية اللي هي عند المدافعين نحاول نعطيه القوة كيف يستطيع أن يتغلب على مجموعة اللاعبين وهو شخص واحد. تجرى قرعة لعبة شجرة بشجرة بواسطة الحكم ليتم تحديد الفريق المهاجم والفريق المدافع. يتم اختيار المهاجم ليتمركز في داخل الدائرة المهوب أمام الفريق المدافع، فيكون داخل الملعب وخارج المهوب. بالنسبة للقائم التحكيمي في لعبة شجرة بشجرة، هي عادة تتكون من 4 حكام رئيسي، حكمين مساعدين مع حاكم طاولة. مهمة الحكم هو قراء القرع بين الفريقين بحيث تحديد الفريق المهاجم والفريق المدافع. إذا تم تحديد الفريقين، من الفريق المهاجم يتم ترشيح لاعب بحيث أنه يبدأ معي، يعطيني اللغز اللي راح يقدم للفريق المدافع مع الإجابة عليه. بعدها يتوجه إلى الفريق المدافع ويحاول يمساك بالمسار اللي هو الواصل بين الفريق المدافع والفريق المهاجم، ويطرح السؤال عليهم مع الفريق المدافع، فرصة للجواب على هذا السؤال، محاولة عدة مرات. أول ما يجاوب الفريق المدافع على السؤال يصرخ اللاعب المهاجم إذا كانت إجابة صحيحة أو خاطئة. إذا كانت إجابة صحيحة يتوجه اللاعبين المدافعين إلى داخل الملعب، أحاول أتابع سير اللاعبين إلى داخل الملعب وأتأكد أنهم بمجرد دخولهم إلى داخل الملعب عدم خروجهم من الملعب إلا من النقاط المحددة للدخول إلى الدائرة في منطقة الأمان. فأحاول أتابع سير المهاجم مع المدافعين،
بحيث أن المهاجم يعني عنده الفرصة مهاجمة المدافعين باستخدام مسار في يده فقط بدون استخدام أي أداة ثانية. شيء لا يتغير لما في الوسط يكون بنفسجي وآخر شيء أحمر. يح بداية أخضر وسط أصفر أسود. على اللاعب المهاجم أن يختار لغزاً ويطلعه للحكم إجابته، ثم يتجه ليمسك بأطراف المصار التي يمسكها الفريق المدافع ويلقي عليهم اللغز. وبعد يتمكن الفريق المدافع من حل اللغز، ينتشر لاعبه بدون المصار ويحاولون الدخول إلى المهوب. يحسب النقاط للمهاجم عن طريق ضربه لأعضاء الفريق المدافع قبل الدخول إلى المهوب. تتكون لعبة شجرة بشجرة من شوطين يتم من خلالهما احتساب الفائز عن طريق مجموع النقاط التي اكتسبها في الشوط الخاص به. يتكون شوط المباراة من 3 محاولات بثلاثة ألغاز لكل فريق، ثم يتم احتساب 5 دقائق استراحة ما بين الشوطين ليأخذ الفريق الذي كان مدافعا شوطه كمهاجم. بعد حل اللغز من الفريق المدافع، يقوم الفريق المدافع بالدخول داخل الملعب، وأقوم أنا كفريق مهاجم بضرب الفريق المدافع حتى لا يصل الفريق المدافع إلى خط النهاية. يمتلك الفريق بعض اللياقة والجدية والإثارة، وهذا الفريق كفريق شباب وفريق ناشئ له مستقبل في الأيام القادمة. نهجم معاك، يلا ايش اركب، دور يلا، راح واحد يقوم. هذه اللعبة ما شاركنا فيها في مشاركات بطولات او منافسات قوية، شاركنا فيها في أيام مفتوحة، شاركنا فيها مهرجان مسقط في حديقة القرم، استعرضناها في كثير من الأماكن، استعرضناها في فندق سنجريلا أمام السياح، والحمد لله اللعبة صارت منتشرة كثير يعني. من خلال لعبة شجرة بشجرة والكثير من الألعاب التقليدية العمانية، نطل سوياً على التاريخ الإنساني الجميل الذي صنعه أجدادنا، نقل إلينا عبر الأجيال، وسنقوم بحفظه ونقله بكل فخر وحب إلى أجيالنا القادمة.